استمرار حالات نفوق الدجاج في مداجن محافظة كربلاء نتيجة تعرضها للإصابة بفيروس نيوكاسل، والذي تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب المداجن بالوقت الذي أصبح العراق مكتفيا ذاتيا في تسويق الدجاج الحي إلى المستهلكين. هذا الأمر يذكرنا بما حدث لمزارع الأسماك ولحقول الحنطة والشعير والأصابع التي تم اتهام إيران بهذا الأمر وافتعال هذه الحوادث من حرق المزارع، مزارع الحنطة والشعير، وكذلك تسميم مزارع الأسماك. اليوم مزارع الدواجن في محافظة كربلاء، دعونا نتابع. اي ليش والله هاي الشركه شركه عراقيه، شركه معروفه، شركه من الدواجن اللي موجوده بكربلاء قضاء الهنديه، حاولت تنمي وتسوق هذا الدجاج. حرامات والله حرامات. هاي الثروه العراقيه جاي تصير رخيصه عندكم، ليش ماكو مراقبه؟ الى متى بسبب دخول دواجن بيها فيروس من دول الجوار وبالتحديد ايران وتركيا على مود تستفادون ايش كم فلس؟ تضيعون ثروة العراق. هاكم هاي ثروة العراق. هذا كله فيروس وكله انتهى. شوف صاير بيه. راح أقول لكم شوف الصاير بيه. يلا باع صاير بيه. ليش؟ والله حرامات. زين حرامات، هاي هيك يصير بالحقول العراقية. باعوا انتهت. نتمنى من حكومتنا، من رئيس الوزراء، من جميع المسؤولين على قضية الدخول اللحوم وغيرها للبلد. للأسف